تواصل مصر جهودها المكثفة في تجهيز وإرسال عدد من المساعدات الإنسانية الموجهة للأشقاء الفلسطينيين داخل قطاع غزة. يأتي هذا فيما تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها التعسفية التي تحول دون إدخال أكبر عدد من هذه المساعدات المزيد. يطلعنا عليه مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرز. أكثر من 77% من سكان قطاع غزة من بيوتهم أكثر من مرة خلال 9 أشهر الماضية بسبب القصف المستمر والعدوان الغاشم المستمر على الأشقاء الفلسطينيين. لكن هذا لا يمنع التأكيد من الجانب المصري على تجهيز الشاحنات الإغاثية بمختلف أنواعها، الشاحنات الغذائية، المستلزمات الطبية، أيضا شاحنات الوقود كانت تدخل عبر بوابة معبر رفح المصرية من هنا متجهة إلى بوابة معبر رفح الفلسطينية. لكن بعد أن خرجت بوابة معبر رفح الفلسطينية عن الخدمة تتحرك الشاحنات من بوابة معبر رفح المصرية متجهة إلى معبر كرم أبو سالم. لكن قوات الاحتلال تتعنت وتعرقل دخول هذه المساعدات، فخلال الأيام الماضية كان يدخل ما بين 15 إلى 20 شاحنة تقريبا يوميا. اليوم دخل عبر هذه البوابة 13 شاحنة إغاثية، منها مستلزمات طبية، منها مواد غذائية، ومنها مولدات الكهرباء. الشاحنة التي تحمل مولدات الكهرباء تم رفضها وعادت أدراجها مرة أخرى إلى الأراضي المصرية. ودخل أيضا معهم 4 شاحنات للغاز، أفرغوا حملتهم بالفعل في الناحية الأخرى وعادوا إلى الأراضي المصرية. في حديثنا مع السائقين الذين يعني تحركوا بهذه الشاحنات إلى الناحية الأخرى، نقلوا لنا الصورة من أمام معبر كرم أبو سالم في الناحية الخاصة بالأراضي المحتلة، يعني تحدثوا عن تراكم عدد كبير جدا من المساعدات الإغاثية التي دخلت عبر البوابات المصرية متجهة إلى هناك، أنها تدخل إلى الناحية الأخرى ولكن يتم يعني وضع هذه المساعدات ولا يتم إعطائها للأونروا، أو في بعض الأحيان الأونروا تجد صعوبة في توزيع هذه المساعدات. وهذا يعني حسبما رأى السائقي الشاحنات الذين ذهبوا إلى الناحية الأخرى. نتحدث عن متوسط 70 شاحنة دخلوا من أمام بوابة معبر رفح المصرية، لكن ما دخل إلى معبر كرم أبو سالم وما دخل إلى الأراضي المحتلة للأونروا من أجل توزيعه على الأشقاء الفلسطينيين ربما لا يتعدى أو لا يصل حتى إلى 30 شاحنة. يأتي هذا مع استمرار التأكيد المصري على أنه لن يكون هناك أي بوابة أخرى غير بوابة معبر رفح المصرية، وهي الأساسية بعد أن فشلت الرصيف الخاص بالميناء في غزة الذي كان قد أنشأته الولايات المتحدة الأمريكية، فشل وخرج عن العمل، لذلك لم يتبقى إلى المعبر الرئيسي وهو معبر رفح المصري. هذه هي الصورة من البوابة، والآن أعود إليكم مرة أخرى.